السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد الصلاة بالزرع. طيب كيف ما كتشوفوا، المهم إذا بغيتوا الطريقة باش كتصاوبوا هذا الزرع هذا، غادي تلقاو الفيديو في صندوق الوصف. كتضغطوا غير على العنوان كيبان لكم الفيديو، ملي كتكملوا هذا الفيديو هذا كتمشيو للفيديو باش كتصاوبوا الزرع على هذه الطريقة هذه. هنايا عندي هذا الزرع هذا، وعندي هنا خزو والبطاطا، هنا عندي فلفلة مشوية ومطيشة. هاد السلطة كتجي زوينة وكتجي لذيذة، كتجي صحية. شويه ديال الزيت، غادي ندير شويه ديال الخل، هاي غنزيدو ليها الطون ديال الزيت. اليوم نفتح شي حاجة، هنايا غنزيدو المايونيز، غنزيد واحد المعلقة ديال الخردل، صافي. هنايا غادي نخلط كلشي، غنمزجو هاد المكونات، غنمزجو هاد المكونات مزيان. صراحة غير هاد الألوان هادو راه كيشهيو. بسم الله، غنخلطوها كاملة، نخلطوها مزيان. كيف ما قلت لكم الطريقة ديال الزرع كيفاش كنطيبوه وكيفاش كنديرو ليه، راه غادي تلقاوها في صندوق الوصف. كتضغطو غير على العنوان وغيعطيكم فيديو تفرجوا فيه باش كتعرفوا الطريقه باش طيب الزرع. هذه راه كتجي صحيه، كتجي بنينه. تخلطوا هادشي مزيان، هادي دابا عوض ما ديروا الروز ولا ديروا لي بات كديروا الزرع كتبقى صحيه اكثر. صافي هنايا هي الشطاطة ديالنا موجودة، نتمنى تعجبكم وتجربوها لأنها صراحة تستحق التجربة. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوناش بالجيم ديالكم والكومنتيرات ديالكم، وتشجعونا باش دائما
نستمر ان شاء الله، وكنشكركم بزاف بزاف، والى فيديو اخر ان شاء الله.